انت صح ولا لك عليه؟ ايش دعوه. قائد الفريق الهلالي ايضا كابتن اسامه موساوي يحييك كابتن. نلف شوي على الكاميرا، الف مبروك حسم الدوري اليوم، قبلها بجولتين كنت ذكرت لي انت بعد مباراه الاهلي نحتاج نقطه، اليوم انت جبت 3 نقاط ومبروك الدوري، مع العلم انك لو جبت نقطه اي نقطتين ما عليك. بعدين استوعبت انا ان اول شيء الحمد لله، الف الف مبروك جميع الهلاليين. بطوله دوري غابت 5 سنوات تقريبا، يا رب لك الحمد. نهدي هذا الفوز للجميع، شخصيا اهدي لعائلتي، للوالد والوالده وزوجتي وابنائي واخواني، جميع محبين اسامه وساوي. الحمد لله يا رب لك الحمد. الجميع ما قصر، موسم كان جدا صعب تعرف، مع تغيير كان يعني بدانا بمدرب وجانا مدرب جديد، مو سهل انه مدرب يعني يمسك فريق في بدايه الموسم، لكن يا رب لك الحمد، مبروك للجميع. كابتن وانت الاكثر لعبا داخل الملعب، وين كانت اصعب مراحل هذا الموسم في حسم الدوري؟ مباراه الاتحاد الاول في جده في الاياب وبعد الفتح، اصعب مباراتين يعني. صعوبه في المهاجمين ولا صعوبه في التعامل مع المباراه بصفه عامه؟ لانه كانت مباراه الاتحاد لو انهزمت فيها كان لسه ترى يعني الفرق يعني لها امل. مباراه الاتحاد يمكن قتلت شويه الفرق، مباراه الفتح ايضا يعني فقدت الامل لفرق المنافسه. اسامه شكلت كثير من الثنائيات يعني، اتذكر يعني مع التقدير لجميع الاسماء اللاعب خبره اليوم في ثنائيات كثير شكلت معهم، عبد الله الحافظ وينه بينهم؟ من اي ناحيه يعني وينه؟ يعني شكلت ثنائيات بالدفاع. ما شاء الله يعني اليوم دفاع انا اقوى دفاع هذا الموسم، وما شاء الله يعني عبد الله يعني لاعب لعب انتخابات سنية صراحة يعني، لا يعني لازم يعطيه حقه، ناشئين وشباب وصبر واجتهد، حصل فرصته هذا الموسم وانضم للمنتخب. هو محمد جحفل يعني قدمنا الحمد لله بدون أي محترف أجنبي، قدمنا موسم جميل جدا خاصة من الناحية الدفاعية. اللاعب السعودي أو المدافعين يعني احنا نحتاج لثقة يعني خاصة الهلاليين. تعرف أكيد بعض الأهلي، أبغى سؤال منك له بس وعادي بعدها توكل، ما عندي مشكلة. سؤال يعني تعرف انت بعض الاشياء احتاج احراجات يا اخي. لا عادي يعصبوا احيانا يعصب. زي اليوم في هجمه راح يكمل قال له ايش احنا فازين 1-0 راح خلينا ناخذ الزود. يعطيك العافيه شكرا اسامه. ليش معصب كابتن؟ وش مبروك الدوري بس ليش معصب؟ الله يبارك فيك. ما عصب بس حماس يعني وقت المباراه عشان كذا ولا ما. كابتن عبد الله السنه هذه خليت وضعك في الخارطه الهلاليه وجاء معها حسم دوري غاب لسنوات طويله عن الهلال، 5 سنوات تعتبر طويله بالنسبه لجمهور الهلال. انت ايضا مبروك لك الدوري، وين شفت السنه هذه اصعب المراحل؟ اول شيء الله يبارك فيك، احب ابارك للجماهير الهلاليه. وش هذا اول دوري لك في مسيرتك؟ اول دوري في الدرجه الاولى يعني اول دوري. أيوة. لكن في درجه الناشئين قد حققت. أيوة. دوري من قبل. أيوة. والاولمبي، لكن في البدايه زي ما قلت لك احب اهني الجمهور الهلالي واداره الهلال ككل برئاسه الامير نواف بن سعد، وطبعا الاهل ما انساهم يعني دعموني في كل مراحل الدوري هذا، وغير كذا دعموني من قبل يعني اني ما شاركت لي الا في اخر سنه، لي 4 سنوات توني اشارك في اخر سنه، الحمد لله اني قدرت يعني اخذ مكاني واحقق الدوري هذه السنه. الحمد لله يعني الدوري يمكن هذا اصعب من 4 سنوات، خاصه ان كل الانديه قاعد تنافس عليه، يعني اكثر من نادي قاعد ينافس، والحمد لله اولا اخيرا قدرنا نحقق اليوم نحسم. مبروك 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 لعبد الله الحافظ.